الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم، قال: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس بها أو فيها. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسماعيل. إسماعيل هنا ابن أبي أويس، هو صدوق يخطئ إذا حدث من حفظه، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي وابن ماجه. قال: حدثني مالك. مالك النجم، كما قال إمامنا الإمام الشافعي، قال: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. قال: عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة. إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة من الثقات النبلاء، حجة، روى له الجماعة. أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره. أبو مرة قيل فيه اسمه يزيد، وقيل اسمه عبد الرحمن، وهو ثقة روى له الجماعة، وقيل هو مولى عقيل، وقيل هو مولى مهانئ، وصحيح أنه مولى عقيل وهو ثقة ثبت روى له الجماعة. عن أبي واقد الليثي. أبو واقد الليثي الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، اختلف العلماء في اسمه اختلاف يعني كثير، ويعني الراجح إسحاق ابن عوف، أو ما رجحه إسحاق أن اسمه هو الحارث ابن عوف. قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقفا، التثنية، نعم. قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. جزاكم الله عنا خيرا. أولا، المناسبة بين التبويب وبين الحديث ما هي يا شيخ صبري؟ ما هي حجر باشا؟ المطابقة. يا سلام على المطابقة، فأين المطابقة؟ هو قال جزئية صحيحة ومش عارف يدلل عليها. ها، ماشي، لكن هو ما زال التبويب تحت أي مسمى، تحت أي تبويب؟ الكتاب العلم. في هنا المناسبة بينهم، لكنه قال: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس معه. هو الحق في هذا الباب هو طبعا المطابقة بينه وبين الحديث في مسألة أنه لما رأى فرجة سدها، ذهب وجلس فيها. لا، الحق أن تقول بقول من قعد حيث ينتهي به المجلس. نحن يمكن أن نقول بأن هذه في العلم أنها من آداب العلم، ما دام يتكلم عن العلم فهذه أدب من آداب العلم، هو أن يقعد حيث انتهى به المجلس، وهذه من الآداب، وقد جاءت النصوص على ذلك. بأن المسلم قال: لا يقيمن الرجل رجلا من مكانه ثم يقعد فيه، وقد قال للذي كان يتخطى: أذيت وأنيت. وأيضا يمكن أن يقال هذا العلم مع التطبيق، العلم مع التطبيق، وهذه يأتي بعد الحديث أنه يطبق العلم بأن يجلس حيث انتهى به المجلس. قال الإمام البخاري ثم بعدما بوب هذا الباب روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة نفر يعني كان بينما أن السلام هو جالس، أو قال أبو واقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد
وهو جالس في المسجد. هذه فيها دلالة واضحة على أن أعظم درجات أو مراتب الطاعة في مجالس العلم أن تكون في المجالس في المساجد، أعظم هذه الدرجات. وإن كان الحق بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفتهم الملائكة ليس في المسجد خاصة، وإن كان الأعظم والأرفع وأيضا الأرفع رتبة أن يكون في المسجد، ولأنه بيت من بيوت الله جل في علاه، ولأن الحديث جاءت أيضا ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، ولكن جاءت أدلة أخرى وأثار أخرى على الإطلاق على الإطلاق. فمنهم من حمل المطلق على المقيد، ومن من قال أنها على الإطلاق، والصحيح أنها على الإطلاق. فما من مجلس من مجالس العلم إلا والملائكة تحف، لكن أعظم بركة وأعلى مرتبة ومنزلة أن يكون في المسجد. فهنا مسلم كان يعقد مجلس التحديث، يعقد مجلس العلم والذكر، جلس بينما هو جالس معه في المسجد والناس معه. إذا أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. فهنا حال الثلاثة نفر أن الاثنين أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يزهد أحد عندما يرى مسلم يجلس معه وأصحابه يجلسون يذكرون الله جل في علاه؟ وهذه المجالس هي أفضل المجالس على الإطلاق، لا سيما وأن الظاهر في هذا الباب بيان أيضا البخاري أتى به لبيان فضل مجالس العلم، وهي من أعظم المجالس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وإن كان هناك كلام في الحديث لكنه يرتقي إلى الاحتجاج. وهناك حديث آخر ضعيف في سنن الترمذي بأن مسلم رأى مجلسين، مجلس فيه القرآن ومجلس فيه العلم، فجلس لمجلس العلم وقال: إنما بعثت معلما. وإن كان الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. فهذه المجالس هي أعظم المجالس على الإطلاق، لا سيما وأن الفائدة منها بأنهم يصعدون بأسمائكم جميعا إلى الله جل في علاه، فيقال فلان جاء لحاجة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مجلس العلم، مجلس التحديث في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان. فيها فائدة المسارعة في الخيرات والصالحات والإقبال على الله جل في علاه، والإقبال على الله. ولو دققت النظر لوجدت أن إقبالهما كان من إقبال الله جل في علاه، وأن الله جل وعلا هو الذي أوزع في قلوبهما الإقبال عليه سبحانه جل في علاه، فأقبل على الله جل في علاه. فانظر جزاء وفاقا وأجرا تباقا ما كانت المكافأة. أما الثالث فزهد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة واضحة عند العلماء بيستدلون بهذا الحديث على مذمة الزهد في مجالس العلم، وأنه مغبون مفتون مأفون ممن يزهد في مجالس مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله جل في علاه ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن مسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى حسرة يوم القيامة. أو في رواية أخرى قال: إلا قاموا على مثل جيفة حمار. وهذه فيها دلالة أن مجالس هذه المجالس التي يذكر فيها الله جل في علاه ولا يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأنها من أخبث المجالس. وإن لم يكن فيها من المعاصي فهي من أكره المجالس، لأنها تركت الأولى أو فوتت الأولى والأعظم أجرا والأفضل. فقال: إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لنا بهذه بحكاية حال الثلاثة نفر على ما لهم عند الله جل في علاه، وأن إقبال الله من إقبالك، وإن كان إقبالك منه هو، لكن إقبال الله من إقبالك، لأن الله تعالى لا يعطي إلا إذا فعلت. قد قال: لا نسب بين الله وبين عباده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا مع عبدي بشرط، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال: فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي جزاء وفاقا وأجرا تباقا، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مسند أحمد قال: احفظ الله يحفظ، وقال
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل. فقال هنا على حال الثلاثة، أما الأول فآوى إلى الله، فآواه الله. في رواية أخرى في قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل على الله، فأقبل الله عليه، في دلالة على جواز الرواية بالمعنى أقبل فأقبل الله عليه، وآوى فآواه الله جل في علاه. ما قدمت خيرا تلد الخير، وما لم تقدم لا شيء لك بحال من الأحوال. ليس بين الله وبين عباده نسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس يا عم النبي سلني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أما الأول قال فآوى إلى الله. في الرواية الأخرى قال فأقبل على الله. فيها دلالة واضحة جدا على قرب طالب العلم من الله جل في علاه. وفيها أيضا فضل القرب من العلماء، فضل القرب من العلماء، وإلا فالتباعد من عمل الشيطان. لذلك لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا في محلة وكانت الشمس يعني فيها ما فيها من الشدة عليهم، فاستظل كل واحد منهم بظل شجرة يتباعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فسارعوا إلى الاقتراب وإلى الالتئام حتى لو الملاءة تكون قد وسعتهم جميعا. هذه مسارعة لاتباع السنة. هنا لما أقبل على الله وسارع إلى الله جل في علاه أقبل الله عليه. والقرب من العالم والقرب من الكبير فيه ما فيه من الفوائد الجمة، فيها الانتباه، فيها إيقاد الذهن، فيها أيضا الاحترام، فيها الأدب، وفيها ما فيها من البركة التي يمكن أن تفتح عليه، لا سيما في قربه وأدابه على ما لا يفتح لغيره. فأقبل الله عليه، فآوى إلى الله، فآواه الله جل في علاه. ومن آواه الله جل في علاه أنجاه، ومن آواه الله جل في علاه أحبه، ومن أحبه الله جل في علاه وفقه وسدده، وكان من المتقين المخلصين، وكان من الناجين. قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. وهذه دلالات واضحة جلية على مسألة الإقبال على الله جل في علاه، وأن الفضل كل الفضل في المسارعة إلى الخيرات. فالإقبال دلالة على الهمة العالية، وفيها دلالة أيضا على المسارعة في الخيرات. وقد قال الله جل في علاه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال الله جل وعلا وسابقوا، قال وسارعوا. فالإقبال دلالة على المسارعة على الخيرات، وإظهار الهمة العالية التي يحبها رب البرية. والثاني قال أما الثاني فاستحي الله منه جزاء وفاقا وأجرا تباق. ففيها إثبات أيضا، فيها إثبات إقبال الله جل في علاه، وأواك ما قلنا رضي عنه، ففيها إثبات إقبال الله جل في علاه، فيها إثبات الحياء لله جل في علاه. قال وأما الثاني فاستحي أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء متأخرا، فاستحي الله منه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مدح الحياء في هذا الصاحب الجليل. والحياء قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما، والحياء المذموم الذي يغالب الحق أو الذي يسكت فيه عن الحق، إن الله لا يستحي، والله لا يستحي من الحق. والحياء المذموم أيضا أن يمنعه عن العلم، فالحياء المذموم أن يمنعه من العلم أو أن يجعله كما قلنا لا يقول الحق. فالدلالة على ذلك أن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت نعم النساء نساء الأنصار. الأسئلة كانت أسئلة فيما يستحي منه، الكلام فيما يستحي منه، ومع ذلك يصرحنا ويسألنا صراحة حتى يتعلم. قالت نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من إيش؟ من التعلم، من السؤال، فمن العلم. فهن يتعلمنا ويسألنا ليتعلمنا، وإن كان الكلام يستحي منه، لكن من الأدب واللطف أن تبتدئ المرأة منهن بما يعتذر له. فقالت إن الله لا يستحي من الحق، فماذا على المرأة إذا هي احتلمت؟ قال عليها الغسل إذا رأت الماء. فهنا استحيا حياء ممدوحا ومدح وسلم، ليس منكرا، لذلك استحيا الله منه. قال فاستحيا ومن استحيا الله منه لا يعذبه، من استحيا الله منه لا يعذبه. وحياء الله جل في علاه حياء جود، وحياء كرم، وحياء عطاء، وحياء ستر سبحانه جل في علاه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي العبد، يستحي أن يرفع إليه العبد يديه فيردهما
صفرة أو غابتين، فاستحياء الله من العبد هو فيها إنجاء لهذا العبد، حياء كرم، حياء وجود، حياء أعطاء، وهذا الحياء من العبد فيه محبة لهذا العبد، ففيه التوفيق والتسديد. قال أما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وهذه مسألة عظيمة جدا، مسألة الإعراض عن الله جل في علاه أو الإقبال. شوف البون الشاسع والفرق الواسع بين الأول وبين الثالث. أما الأول فأقبل الله عليه، أما الثاني فأعرض الله. نقول الآن من أعرض الله عنه من له؟ من أعرض الله عنه من له؟ ما له من قوة ومن نصير؟ لما بعث بعض الأخيار إلى صاحبه يشتكي أمرا، فقال أخي بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، من كان الله معه فمن عليه؟ من كان الله معه، إذا أعرض الله عن العبد فمن يقبل عليه؟ كل شيء يعرض عنه إلا من كان من أقرانه وأترابه وأمثاله، كل شيء يعرض عنه. وإذا أقبل الله على العبد أقبل عليه كل شيء. فانظر، أما الثالث فأعرض الله عنه، ومن أعرض الله عنه فالنار النار والعار والشنار، وفي الآخرة العذاب الأليم. قال فأعرض الله عنه، فإن كان كافرا، أن الذي يعرض عن رسول الله نفاقا يكون كفرا، فيكون إعراضا متكاملا، والإعراض المتكامل يأتي تحت قول الله جل وعلا كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، فيكون إعراضا كاملا، فيكون بذلك بهذا النفاق في نار تلظى، ويكون إعراضا جزئيا لا إعراضا كاملا. هذا الذي إذا أعرض الله عنه لم يوفقه سبحانه جل في علاه، وقد لا يوفق في مجلس بعد ذلك، لأن الله جل في علاه إذا أذهب عنه ذلك علم أنه ليس محلا للخير، فلم يوفق ولم يسدد. وانظر إلى هذا الحديث العظيم، ويقول فيه النبي الأمين على الثلاثة نفر، أولهما أقبل فأقبل الله عليه، فهذا فضل المسارعة، فضل المبادرة، فضل الإقبال على الله جل في علاه. والثاني استحيا ولم يمنعه الحياء من العلم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان لا يترك مجالس العلم إلا أن يكون مغبونا مفتونا مأفونا، أو يكون جاهلا مغفلا، أو أن الله تعالى ما أراد الله به خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأما الثالثة الإعراض وحده هلاك، إعراض وحده هلاك، لأنه ما أعرض إلا وأن الله كشف عن قلبه فعلم أنه لا يستحق الإقبال فرزقه الإعراض وسد عنه باب التوفيق، مع أن الثلاثة مع بعض، مع أننا نعلم بأن تربويا حتى الإنسان يحاكي غيره ويحب التقليد، فلما يجد اثنين أقبل يقبل معهما حتى محاكاة لما يفعلون، لكن لما كشف الله عن قلبه وعلم أنه ليس محلا للإقبال رزقه الإعراض فأعرض الله عنه. نعوذ بالله من الخذلان. في هذا الحديث العظيم جمل كبيرة من الأداب التي لابد أن يتأدب بها طالب العلم، وكما قلنا التويب من البخاري كان فيه الالتفات إلى هذه الأداب. منها أولا حلق الذكر وحلق العلم، هي أعظم المجالس على الإطلاق، لا سيما وأن الإنسان ما روي إلا أنه يجلس مع أصحابه يذكرهم بالله جل في علاه، يسألهم يعلمهم. وحلق الذكر كما قلنا هي أفضل الحلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون اسم الله ويصلون عن يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وأيضا حديث الصحيح عن سلم لله ملائكة يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم، يقولون بغيتكم، فيأتون فيحفونهم إلى أن يعلوا إلى السماء، فإذا انتهى المجلس عرجوا إلى السماء يسألهم ربهم وأعلم بهم كيف تركتم عبادي، قالوا يحمدونك يمجدونك يكبرونك يهللونك، يقول الله جل وعلا أشهد أني قد غفرت لكم إلى آخر الحديث. أيضا من ذلك من الأداب المهمة جدا في هذا الباب حسن الثناء على من فعل الجميل، وهذا من باب شكر الناس، حسن الثناء على من فعل الجميل، وهذا من باب المدح المطلوب، يعني هذا مدح جاء الشرع بإقراره، حسن الثناء على من فعل الجميل، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يأتسي به المرء. يعني الإنسان ممكن يزل، نعم يزل، لكنه نرى له بحورا من أفعال الخير، من التماس السنة وتعليم الناس والعمل بالخير والصدقات وتفريج الكروبات، فلابد أن تبين ذلك للناس بحسن الثناء عليه، وإن زل وإن أخطأ ف
فوجب عليك أن تفعل ذلك، لأن هذا يكون تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ترى حسن الثناء الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم على الرجلين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فأقبل، فأقبل الله عليه. شوف، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت، الثلاثة جاءوا، قد التفت لهم من التفت وأغفل عنه كثير من الذين كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يلتفت إليه إلا من مر أمامه أو من مر بجانبه، صحيح ولا لا؟ والبقية يمكن أن يكونوا قد أغفلوا ذلك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مادحا مبينا فضل هؤلاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فأقبل، فأقبل الله عليه، وأما الثاني فأعرض، وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه. ثناء حسنا على هذا الأول بأنه من المبادرين للخير، مسارعين في الخيرات، أقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه. ففيه حسن الثناء على من فعل الخير، وهذا قد ورد جليا عندما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للصدقة لتجهيز جيش العسرة، عندما جاء عمر بن الخطاب بشطر ماله وجاء وقال: اليوم أسبق أبا بكر. فلما وضع المال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الشطر. فأثنى عليه ثناء حسنا. وأيضا لما قام المقداد رضي الله عنه أرضاه فتكلم فقال: يا رسول الله، لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا، إن معكما مقاتلون. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثناء حسنا. وأبو بكر لما وضع المال تحت يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل عثمان، وهذا الأولى في الاستشهاد، عثمان رضي الله عنه أرضاه لما جهز جيش العسرة وأتى بالفضة وبالمال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ المال يقلبه هكذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. حسن الثناء على من فعل الجميل. لما طلحة بن عبيد الله لما قام ينافح ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كسرت الصفيحة في يده، فأخذ يصد السيوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بيده، شلت يده ووقع في الأرض. جاء أبو بكر وعمر والصحابة فقال لهم صلى الله عليه وسلم: دونكم صاحبكم فقد أوجب الجنة. ثناء حسن عليه، فقد أوجب الجنة. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم عمر عندما دخل عمر بن الخطاب وكل امرأة كانت تضرب الضفة وضعته تحتها، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، قال: إهن يا عمر، والذي نفسي بيدي ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. وهذا مدح الآن وحسن الثناء على جميل الفعال. وهذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الصحابة الكرام، ولذلك عمر الخطاب أثنى على بلال أيما ثناء بالسبب العظيم الذي جاء من مثابرة بلال على ما رأى ما لقي من الشدة واللأواء. قال عمر الخطاب عندما وقف سهيل بن عمرو ووقف أبو سفيان يستأذنان عمر الخطاب للدخول فلم يأذن لهما، وقيل: بلال على الباب، قال: أدخله. دخل في التو واللحظة حتى أبو سفيان يقول: من هذا العبد الأسود يتقدمنا ويدخل؟ فانظرونا الآن الثناء الحسن عشان تعلم هذا الباب. فهو عمر يعرف ذلك، لكن سهيل كان أفقه، قال: أسرع إلى الله فأسرع الله به. انظر كيف أن الله تعالى لا يجعل من سابق غير من سار عليه لا كمن تباطأ، فقال: أسرع فأسرع الله به. ثم أذن لهما عمر، وهذا شهد استشهد به حسن الثناء على من فعل جميل الفعال. فقام من مكاني وقال لبلال: اجلس هنا. ثم قال: بلال سيدنا واعتقه سيدنا، بلال سيدنا واعتقه سيدنا. وايضا ترى بان الله تعالى قد اسرع بمن اسرع اليه، كما قال سلم: اصحابي اصحابي لا تسبوا اصحابي، بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف، فعرف له سبقه ونصر عبد الرحمن بن عوف لسبقه الى الله جل في علاه. ايضا من ذلك في هذا الباب ان من جلس مجلس العلم فهو في كنف الله، فهو في ستر الله، فهو في رعاية الله، محفوف بالملائكة، والملائكة تدعو له وتستغفر له وتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم بما يصنع. ثم بعد ذلك يعني يتم الله عليهم الخير بقول: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وانظر إلى المدح العظيم من الله جل في علاه بأن يغفر الله لهم، وأن الله جل في علاه قال: قد غفرت لهم ما يسألون. قالوا: يسألون الجنة. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لم يروها. قال: كيف ولو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد طلبا لها. فيقول الله جل في علاه: اشهدوا أني كتبت لهم الجنة أو أدخلتهم الجنة. وكذلك الاستعاذة من النار: وهل رأوها؟ لا، لم يروها، ولو رأوها لكانوا أشد بعدا عنها أو فرارا منها. فيعيذهم الله جل في علاه من النار. أيضا من الفوائد العظيمة أو من جمل الأداب التي تؤخذ من هذا الحديث خطر الإعراض عن الله جل في علاه، هذه أم المصائب.
لذلك الإنسان إذا من الله عليه بشيء يعلم أن هناك طاعة في مكان ما وهو في نفس المكان ثم لا يقبل على هذه الطاعة فليخشى على نفسه وليتذكر دائما قول الله جل في علاه ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذا أعرض فأعرض الله عنه ومن أعرض الله عنه فلا تجد له نجاة بحال من الأحوال. من جمل الأداب أيضا سد الفرج في مجالس العلم. ولذلك أنا حزين جدا. أنا في البداية قلت هذا وقلت ما لي أراكم عزين وما زال الإخوة الذي يمينا وشمال اقتربوا 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 وسدوا الفرج اقتربوا. هذا عدم عمل بالسنة. يعني أنا ما أدري. قال صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فهذه بدايات للمبادرة بأن تسمع السنة فتعمل بها. لذلك قال العلماء من الآداب سد الفرج عند مجالس العلم. من الآداب سد الفرج عند مجالس العلم. وهذه تراها وتردها عند مع هذا الصاحب الجليل الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم فوجد فرجة فدخل فإيش فشغلها فجلس فيها. طبعا سد الفرج يكون أقوى ويكون أرفع ويكون أعظم أجرا من الذي في محل هو أعظم من هذا المحل هو محل الصلاة محل الصلاة. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينوا بأيدي إخوانكم وأقيموا الصفوف قال وسدوا الفرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الطبراني من سد فرجة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبان له بيتا في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر قال ما لي أراهم صغار الشياطين ما لي أراهم كالخزف بينكم. يعني الشياطين وأنتم في الفرج الشياطين تكون بين الفرج فتأتي تفسد على المرء صلاته. فهذه من الأداب التي يتأدب بها المرء هو سد الفرج حين مجلس العلم لا سيما أنه يعني الاستدلال به من فعل الصاحب الجليل الذي وجد فرجة فذهب فجلس فيها. آخر هذه الأداب التي يتأدب بها المرء ألا وهي الحياء لا يمنع من القرب أو من العلم. الحياء لا يمنع من القرب أو من العلم. الآخر استحيا واستحيا أن يرونه قد تأخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسب المصلحتين كما يقولون ربح الأمرين بأنه لم يضع نفسه في مواضع يستحي منه يرى الحياء من هذا الموقف الذي كان فيه. والأمر الثاني لم يضيع عليه الخير استحيا فاستحيا الله منه يعني جلس في مؤخرة المسجد. وهذه فيها دلالة على أن وإن كانت أنقص مرتبة ممن أقبل على الله جل في علاه لأن هذا فاز وحاز بالإقبال وأيضا بأنه سد الفرجة وهذه أحب إلى الله وأحب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي تباعد لم يضيع على نفسه هذا الخير وهذه أداب والتوفيق من الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث الحرص على مجالس العلم من أفضل الطاعات ومن حسن الأدب في الحرص على مجالس العلم هي المسارعة للمجالس. ولذلك كان علماؤنا من السلف يرون تأخير الطالب عن مجلس الشيخ من سوء الأدب يرون تأخير الطالب عن مجلس الشيخ من سوء الأدب أنه يأتي بعده يرون ذلك من سوء الأدب. وطبعا ضرب لنا أروع الأمثلة من استحيا لما استحيا استحيا أن يكون في هذا الموقف أنه قد جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيا من هذا الفعل لذلك تراجع ولا يستحي إلا من أمر يعلم أن فيه نوع مؤاخذة وأيضا يستحي من أمر يرى فيه نوع حياء. الفائدة الثانية فضل المسابقة في الخيرات فإذا الرابعة ولا الثالثة ها ثالثة ذم الزهد في مجالس العلم وهو من الجهل وعدم التوفيق. قاعدة الاستدلال ثم الاعتقاد
بلا اعتراض. من وين هذه؟ قال فاستحيا فاستحيا اللهم لا من الأول، أقبل فأقبل الله عليه، آوى فآواه الله جل في علاه، أعرض فأعرض عن الله جل في علاه، أعرض فأعرض الله عنه. نعم، قاعدة، قاعدة تطبيق قاعدة الاستدلال قبل الاعتقاد دون الاعتراض. لما ذكر سلم الصفات لله جل في علاه ماذا قال الصحابة؟ أو يستحي والحياء رقة والحياء في، هل قالوا بذلك؟ هل قالوا بهذه الإشكالات؟ وأنت لو ترى شراح الحديث كلهم قالوا بذلك، وقالوا المسألة على سبيل المقابلة كقول الله في علاه يمكرون أمكر، هذه على سبيل المشاكلة المقابلة، ولم يثبتوا الصفة. والحق بأن إثبات الصفة كان من الصحابة، من النبي ومن إقراء ومن الصحابة، الصحابة الذين جلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعوا صفات الله جل في علاه واعتقدوها، استحيا فاستحيا الله منه، وعلموا أن لله حياء، وحياء الله حياء لا يدانيه حياء، حياء الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه جل في علاه. هذه الفائدة كم؟ التي تأتي فائدة مهمة جدا صراحة. من أخطأ في العلن يرد عليه في العلن، ومن أخطأ في السر يرد عليه في السر، مع وفور وكمال معرفة القدر. يعني من كان من الأخيار الأبرار من الأفاضل من الأمادد قد أخطأ في اجتهاده والخطأ قد عم وطم وسمعه الناس جميعا يرد عليه في الملأ، لأنهم أخطأوا الثلاثة في حالهم كان على الملأ، ففسر سلم الأمر على الملأ. لكن لو كان في السر كان دائما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وهذه فيها دلالة. لكن نحن نرى انحرافا عاما وانحرافا قويا عن هذا المنهج السديد، منهج السلف، إما غلو وإما جفو. يخطئ في الاجتهاد فترى المماحلة، ترى من يتقعر لإثبات هذا الخطأ، لإثباته وتعضيده وتقويته والإتيان بالأدلة الباطلة على هذه التقوية. طيب، وطرفي نقيض، ترى الثاني يأتي لا يبين الخطأ ولا يبحث عن قضية الخطأ، لا يسبه بأمي وأبي وخالاتي ومن يعرفه ومن لا يعرفه، وكل ذلك انحراف عن الجد، كل ذلك في الحالتين انحراف عن الجد. نعيك بقى الآن على بدعة أكبر من ذلك، وهو إيش اسم تعرف المزرب؟ مزرب تكفير، هذا كفر وهذا كفر وهذا كفر، والذباب الماء كافر كافر، وهذه مصيبة. هذه المسألة مسألة علمية بحتة، مسألة التكفير هذه لا تأتي إلا من الجهابذة الذين أتقنوا المسائل العلمية حقا وأثبتوا الواقعة بالكتاب والسنة، وإن كان الأمر ليس من المعلوم بالدين بالضرورة كانت المسألة في إقامة الحجة وإزالة شبهة. فهذه مسائل فيها غلو وفيها جفو، إما دفاعا عن الخطأ وإثبات وإتيان بأدلة لا يعني ليس لها حتى روح أدلة لإثبات الخطأ، أو السب والشتم واللعن وإرادة إسقاط العالم، وهذا كل منهم منحرف، كل منهم منحرف، والوسطية عدو. لذلك أهل السنة والجماعة وسط بين المبتدعة من الطرفين، قال الله جل في علاه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.